الجوائز الكبرى، جائزة سفيان الشعري. الجائزة هذه تعطى لأكثر عمل تحصل على تصويت من عند الجمهور، يعني نجمع كل الأعمال الكوميدية درامية، وأكبر تصويت يمشي إلى مسلسل فلوجة. جائزة سفيان الشعري لأفضل عمل رمضاني 2023 مسلسل فلوجة، العمل المتحصل على أكبر نسبة من الأصوات الخاصة بكل الأعمال المقدمة في كل المجالات، في الكوميديا وفي الدراما. سوسن الجمني، ما نعرفش كيف مازال عندك بلاصة باش تحط فيها الجائزة هذه ولا لا. ألف مبروك. أحلى من هكا ما فهمناش، أحلى من هكا ما فهمناش والله. ميرسي، الله يرحم سفيان الشعري يا ربي. ونشكركم، نشكر الناس الكل محبة، نشكر الناس الكل عثيقة، وبيان سور لازمني في الاخر نشكر، نعاود مرة أخرى فور لا انيم فوا، نشكر ليكيب متاعي، نشكر الممثلين، البرودكسيون الكل. حاجة تفرح وكا توقع نغزر كل الألوان معناتها. الحمد لله يا ربي، الحمد لله، جسي كونتان. لجنة التحكيم، الاختصاص، أهل الاختصاص، الجمهور والأشكال الكل عندك. الأشكال الكل عندك، ألف مبروك. من عارش العبيد ما تشريش بالفلوس ما يقولوا، دونك دافع هذا فرحانة برشا، فرحانة وكهب. هذا دافع كبير سوسن. من عارش إذا كان أنت تقول الجايز ويكون في نفس المستوى، تشالنج أقوى يولي، والدفي أقوى، ويزم واحد ديما يمشي القدام ويحسن. ما بين الضغط الكبير اللي عشته في أول الموسم الرمضاني، كنت تصور للحظة أنه هذا الرد على كل ما قيل على المسلسل؟ والله كنت معناتها عندي شوية ثقة في الكاليتي دو ترافاي متاعي في خدمة الممثلين، في اللي خدمناه. صحيح فما ثقة فنية معناها في اللي خدمناه، اما بيان سور بعد اللي صار في الاول الهجوم هذاك دونك واحد يترهوج شوية. اما ديما انا نقول بيان سور الجواز حاجة تفرح وحاجة ما تجبك ان تفرح، اما زيدا نقول مش كان هي الحكم، فهمت؟ دونك واحد يبدأ مقتنع بالحاجة اللي خدمها، والنقائص يطورهم وفي مزور كل مرة. واليوم عملت المعادلة ما بين الجمهور الحمد لله والمختصين، الحمد لله على المحبة الناس الكل، ميرسي المختصين الكل. خليني سوسن نذكر بحاجة مهمة، إذا اليوم نعمل الحصاد متاع الحلقة، تقريبا 80% من الجوائز بشير مسلسل فلوجة. شفنا أحسن وجه جديد رحمة بن عيسى، أفضل ممثل مساعد منصف العجنقي، أفضل ممثلة مساعدة شكر الرميح، أفضل عمل رمضاني مشال الفلوجة، أفضل سيناريو، أفضل إخراج سوسن وسندس عبد الرحمن، سوسن الجبني أفضل إخراج. الأكثر العمل اللي تحصل على أكثر الأصوات مشال زيدا كيف كيف لمسلسل الفلوجة، جائزة سفيان الشعري، وجوائز مزيكا الخاصة زوز فيهم من أبطال مسلسل الفلوجة اللي هما أبدعوا محمد مراد ومحمد علي بن جمعة. يعني بالنسبة لك أنت أحلى من هكا ما فهميش؟ أحلى من هكا ما فهميش بالحق، أحلى من هكا ما فهميش. هيك تخدم وتتعب وتشك زيدا في روحك، ما لازمش زيدا ثقة كبيرة ولا تقول، خاطر الدومين هذا دومين وخدمتنا نقوله غدرة شوية، فهمت؟ قد ما يكون فما دوت، قد ما أنا يظهر لي خير، فهمت؟ باش تحسن، وقد ما تسأل روحك مية سؤال، وقد ما تحكي مع روحك وتكون صعب مع روحك من الكتيبة للتورناج لكل شيء، قد ما الريزلتا يكون خير. ألف مبروك. من عارش هل يزبك اليوم تبدل الديكور متاع دارك باش نجم تحط السلسلة الجميلة زينوا لي الدار بالحق. شوف شو باش تعمل في الدار، على خاطر هذوما تحب لهم بلاصة مزيانة. خمسة وخميس نذكر بالسلسلة الجوائز اللي عندك، جائزة لجنة التحكيم لأفضل سيناريو، جائزة لجنة التحكيم لأفضل إخراج، جائزة أفضل عمل درامي مسلسل فلوجة، وجائزة سفيان الشعري لأفضل عمل رمضاني مسلسل الفلوجة. ألف مبروك سوسن الجمني، ألف مبروك. ميرسي الموزايك، إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، ميرسي الجمهور كما قلت، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله ديما فرحين، إن شاء الله ديما ناجحين، وإن شاء الله ديما سورتو نخدمو وننتجو، سي لو بلوز امبورطون. شكرا سوسن الجمني، بالتوفيق.